سبحان من اخرج روح من روح. دعاتكم معنا رجاله قاعد الصبح عشان والله احنا معنا حاله ولاده. والله بالصلاه عليه واستخدم راعي عم احمد. عم احمد يا احمد اخبط على راسك، اخبط على راسه يا احمد، اخبط على راسه عم احمد كده. دعاتكم معنا اخواننا قبل اللي عليكم على الصبح كده. دعاتكم معنا رجاله كده بالصلاه على سيدنا النبي. دعاتكم معنا رجاله بالراحه عم احمد، بالراحه عم احمد، بالراحه عم احمد. واحده واحده يا باشا، واحده واحده. ايه صح العده ولا ظروفها؟ ثواني بالراحه. لا هات له تحت، لا تحت، فتحت عم احمد. انا عايز طبعا كله يخش معانا بس الوش كده دعوه حلوه رجاله بالله عليكم رجاله، عشان احنا بصوا احنا والله تعبنا البنات فوق الساعتين اهو، فعايزين دعوه حلوه كده بالصلاه على النبي. يا احمد بص يا عم، خلينا ننزل الملف في حلقه بقى، خلينا ننزل الملف في حلقه عم احمد دي. سلام يا دكتور احمد، يا دكتور احمد عايز كده سيم. ايوه كده، صل على سيدنا، صل على سيدنا النبي، صل على حبيب النبي. اذكروا الله وصلى على سيدنا النبي، اذكروا الله معناك وصلى على حبيب النبي. دعواتكم معنا اخواننا. سبحان من اخرج روح من روح، سبحان من اخرج روح من روح. اعملوا شير معنا اخواننا قبل الله عليكم، وصلوا معنا على حبيب النبي، صلوا معنا على سيدنا النبي كده. ودعوه حلوه كده من كل ايه، من كل المحترم كده معانا. صل على سيدنا النبي. سبحان من اخرج روح، سبحان الله يعني من روح. نتاز العسل بس يا عم، ذكر ولا انتهى حاجة اللي ربنا يبعته. حل يا كده احمد، فالنفس الصلاة على النبي، الصلاة على سيدنا النبي. انا عايز طبعا كله يخش معانا اللايف ده عشان فيديوهاتنا ان شاء الله مهمة جدا جدا لكل طبعا متابعين ومحبين الثروة الحيوانية من داخل مزرعة الحاج حسن ابو الحاج والمعلم حماد ابو الحاج. طبعا هنفرجكم طبعا على عجلات نامي وعجلات عشار وعجلات انتظار ولاده وعجلات بيور استيراد زي كاب الشهايد وعجلات خليط عالي ان شاء الله. عم الحاج حماده جابت لك نتات تربى في عزك بالصلاه على النبي. تمام الوالده العجلات الفار بفضل الله، وانا ما بقدملكش اي بقره والده، انا بقدملك البضيع النمبر 1. جابوا يا عم احمد ولا انت لك نتايه؟ ام نتايه دي، ام النتايه. والولاده طبعا على الطبيعه كل حاجه قدام المتابعين، ودي اللي جايباها دي ثالث موسم شاب ده، ولسه بسم الله الله اكبر لسه دي لسه قبل دي يعني بقيمه ترضى الله. دي شابه لسه طالعه من الولاده، صحه وقوه وحيوه بسم الله الله اكبر عليها. الصلاه على سيدنا النبي ما شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. اللي عايز طبعا عجلات نام برضه طردنا النهارده عجلات نامي. اللي عايز عجلات نام يا عمار زواره من اربع شهور وخمسه بفضل الله متاح عندي. عجلات نام يا اخوانا بيور جيل اول، ركزوا معانا، عجلات جيل اول دم حر نقي 100%. تمام اعمار اربع شهور وخمس شهور، خليكم معانا بس. انا اللي عايز بقى عجلات عشر برضه بقاره، يعني نشوف الوالد دي جيل اول برضه بفضل الله يا زواب عمر، برضه متاح عندنا سلاله بضاعه نمبر 1. تعالى فرقت التنصيله طلع طلع حتى افتح لك عشان ربك يسترها كده. خلينا هنا برضه تتفرج المتابعين كده على الشاب الوالد عشان نطلبها ناخدها برضه. دي شاب والد اخوانا اللي عايز عشر برضه ان شاء الله معانا عشر. معاك يا معلم حماد، الصلاه على النبي. هتجيبوا العج ده لسه لسه طبعا بقى له ايه يعني لسه الورم يوم عن يوم بينزل هنا اهو، عشان يكملنا بهيمه واسعه. بالصلاه على النبي جايبه كمان ايه بهيمه تبارك الرحمن الرحيم تحتها زي ما انتم شايفين يا محترمه. خليكم معانا على اللايف عشان فيديوهاتنا ان شاء الله مهمه. انتم شايفين شايفين الشغل يا رجاله، ده شغلنا اهو، ده شغلنا، شغل مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. طبعا في الايه في مش كل الهولشتاين البيور، مش كل الدم يا اخوانا، دي لسه عجلات لسه. اتكلم عن نفسها بفضل الله. دي لسه عجلات، دي عجلات بقاره. اللي عايز عشار خمسات ستات سبعات بفضل الله متاح عندي، واحنا ما بنعرضش من دولت كتير لان احنا بفضل الله بفضل رب العالمين فوق احنا ما بنعرضش منهم كتير، لان احنا ما قدمناش الطلبيه اللي تكفي الساده المشاهدين. ماشي، فلذلك العدد معانا محدود. تمام ماشي، واللي طالب اي كميات بفضل الله اقدر اوفرها. العجلات دي عشرة يا معلم محمد. انا دولت بقره يا استاذ عمر، العجلات دي الشاسيه ده كله لسه لسه بكريه بقره كلهم شايفين. انا عايز طبعا بس المتابع كده ايه، المتابع يركز معانا في مقاس البهيمه، في مقاسات المقاسات يا اخوانا.
دي المقاسات، دي المقاسات عجلات بقره يمكن ما كسروش او كسرين جواز، بس مقاسات مقاس. ولا سنة يا عم ابو عمر، وانا مسؤول عن كلامي. العشار بتاعهم فيهم عشر عندي شغال في المزرعه انا من 4 شهور ل7 شهور. تمام. باين كلها طرد الله يعني. الصلاه على سيدنا النبي. حلو جمال. لا. عايز عجلات برضه نامت تحت التوقيع برضه متاح عندي، السلالات نادره بفضل الله. اللي عايز عجلات تحت التوقيع برضه متاح معانا ان شاء الله. اه بفضل الله يا وزير. طب والتريلا ديت بظروف ايه؟ طب ما طلع لي الشاب ده يا عم احمد كده. اللي طالبها اعماله. طلع لي كده. قلت له الشاب ده يا عم احمد كده خليها بص عليها. بص يا عم احمد هات انت بشكرك قدامها كده بس. حتى انا كده عشان هي تظهر بس كده نشوف. شوف الضرب بتاعها كده ورخ. انا عايز طبعا كله دخل مع البس ده اخوانا كشار معانا وصلى على سيدنا النبي. عايزين الناس كلها تكتب بسم الله ما شاء الله يا جماعه. احنا بنولد لكم على البث المباشر. دي بنتها. دي بنتها على البث المباشر بنولد لكم بفضل الله. ما بنلفقش بهايم لبهايم، دي ولاد البهايم بفضل الله. ان شاء الله. فعايزين دعم من الساده المشاهدين وعايزين لايك وشير عشان الناس كلها تشاهد الشاسيه. احنا بفضل الله بننمي الثروه الحيوانيه هنا في مصر، بنقدم لك بضائع القرن. يعني دي بقره القرن بفضل الله. دي بقره بقيمه 3. البقره ده معناها حلمسه من فتره بتحلب لها كام لبن؟ دي بفضل الله بتحلب لبن في 40 كيلو وانا هسلم فيها لبن فوق ال 40 كيلو لبن. تمام. وانا مسؤول عن كلامي. تسليم يا بابا بعد كام يوم ان شاء الله؟ التسليم بتاعها بفضل الله هسلم فيها اللبن ده بعد 6 ايام، بعد اسبوع. بعد اسبوع هسلم لبن فيها فوق ال 40 كيلو. تمام. اللي هيجي يشتري من دلوقتي انا مسؤول معاه في الكلام بتاعي لبعد الولاده لبعد ان شاء الله 7 ايام تجيب 40 كيلو لبن بفضل الله. فتح الشباب ما فتح. انا عايز طبعا كل الناس تصلي معانا على الحبيب النبي اخوانا سمعونا الصلاه على سيدنا النبي. صلوا معانا على الحبيب النبي كده. اللي عايز بقى ايه يربط تريلا، تريلا بحجم الفيل ام النتايه. الصلاه على سيدنا النبي. لا اله الا الله. شايف الحجم؟ اللي عندنا الشاسات العاليه اللي جوه دي، الشاسات الممنوعه من العرض. اللي نفسه ياسس مزرعه عجلات هولشتاين بيور استيراد دم حر بفضل الله عينيا له. تسلم عليك يا معلم حماده. علينا للساده المتابعين، عندي بضاعه فوق النمبر 1 في نمبر 1. الشغل بيعبر عن نفسه، بمرض الله. بقول لك بقى انا عايز عجلات من جهينه والحوارات دي. يجي هنا عندي بفضل الله اعرفه عجله جهينه شكلها ازاي. يجي عند عبد الله اللي قدامك ده يا عم ابو عمر. تعالى كده يا وزير، صلى على سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لقطه خفيفه بس يا عم ابو عمر. واحد كده يا عم احمد هاردي. ماشي. هفرجوا هنا عجلات جهينه شكلها ازاي؟ صل على سيدنا النبي. هفرجوا المال شكله ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله. انا بقول لك انا بقدم لك استراد دم حر استراد، يعني عندي بضاعه من ممنوعه من العروض. العجلات تعالى بقى عندي كده يا عم ابو عمر. العجلات انا شايف فده بالاستراد كده يا شيخ. يا باشا تعالى عندي يا عم ابو عمر، انا ما برضاش اعرض البضاعه دي، انا بخاف عليها. تمام. والله انا بخاف عليها من العروض. صل على سيدنا النبي. احنا هنا خير الكلام ما قل ودل. اعملوا شير يا رجاله بالله لكم، اعملوا شير للبث المباشر، اعملوا شير. صلوا معانا على الحبيب النبي، دعواتكم معانا. رقم تليفون المعلم طبعا. رقم تليفون يا وزير 010 010 980 980 4 4 998. السلام على سيدنا النبي. الله اكبر. رقم تليفون عم حاجه تاني؟ حاضر عينيا لك يا عم ابو عمر. رقم التليفون تاني؟ رقم تليفوني 010 010 980 980 4 4 9 9 8 9 9